السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نتناول فيها المشاورات اليمنيه في السويد. اذا مشاهدينا، اسدل الستار على اشغال المشاورات اليمنيه التي شهدتها العاصمه السويديه ستوكهولم بعد 7 أيام كانت محل ترقب محلي واهتمام دولي، وحظيت برعايه امميه يمكن وصفها بالنوعيه. أجواء تفاؤلية سادت الجلسة الختامية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اللذين قالا في مؤتمر صحفي أعقب الجلسة الختامية أن هناك وقفا لإطلاق النار في مدينة الحديدة، وسيكون هناك دور رقابي في الميناء وفقا للقانون اليمني، وأنه لم يتحقق أي إنجاز في الملف الاقتصادي. يمكن القول إن ملف تبادل الأسرى والمختطفين هو المحور الأكثر اهتماماً وتركيزاً في هذه المشاورات، نظراً لكونه أهم خطوات بناء الثقة لأي مشاورات قادمة. في حلقة اليوم سنركز على نتائج مشاورات السويد في محورين: ماذا بعد إعلان ستوكهولم، وما الضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. أسدل الستار أخيراً على المشاورات اليمنية التي احتضنتها ريمبو السويدية على مدى 7 أيام. الطموح والتفاؤل هما العنوان الأبرز لما جرى من مشاورات. يمكن تلخيص نتائج الجلسة الختامية لمشاورات ستوكهولم في الاتفاق على وقف تدريجي لإطلاق النار في الحديدة، والاتفاق على ملف تبادل مرحلي للأسرى والمختطفين والمعتقلين، وتم تحديد يوم 19 ديسمبر الجاري بداية لإطلاق الدفعة الأولى عبر مطاري صنعاء وسيئون بإشراف مباشر من الصليب الأحمر، وهي نقاط عرج عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة الختامية. أما بشأن تعز، فقد اقتضى الاتفاق بشأنها إتاحة تسيير المساعدات إليها عبر 3 منافذ، وبينما تقول الأمم المتحدة إن الاجتماع التفاوضي القادم سينعقد نهاية يناير المقبل في الكويت، إلا أن رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية خالد اليماني قال إن الحكومة لن تذهب إلى أي مشاورات قادمة ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في السويد، وحمل الطرف الانقلابي مسؤولية عدم إحراز أي اتفاق في الملف الاقتصادي. بعيداً عن لغة الدبلوماسية، فإن ما تم لن يعدو كونه اتفاقات افتراضية مبنية على حسن نوايا، لأن ما على الأرض يتناقض تماماً مع ما تقوله التصريحات الاستعراضية. حصار تعز مستمر والاختطافات متواصلة، صواريخ الحوثيين وقذائفهم لا تزال تتساقط على رؤوس المدنيين. ميناء الحديدة سيبقى تحت سيطرة الانقلابيين، وليس هنالك من ضمان حقيقي لإيصال الموارد فعلا إلى البنك المركزي في عدن. أول مخرجات هذه المشاورات التي حظيت برعاية أممية عالية ستكون خطوة إطلاق المختطفين والأسرى والمعتقلين، وهي التي ستحدد ما بعدها وسترسم أول معالم خطوات بناء الثقة للذهاب إلى مشاورات الكويت. إذن مشاهدينا، سنبدأ النقاش وينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين المحلل السياسي الدكتور علي العبسي. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني كيف تابعت الجلسة الختامية لمشاورات السويد؟ اعتقد ان هناك يعني ربما حدث اختراق نوعا ما في مساله الاتفاق او محاوله احلال السلام في اليمن، ولكن هذا الاتفاق لا اعتقد لا يكفي في صالح الحكومه الشرعيه ولا في صالح اصلا السلام في اليمن. يعني يبدو ان الحكومه الشرعيه او الوفد الحكومي تعرض لضغوط من قبل الامين العام للامم المتحده ومن المجتمع الدولي، حتى رضخ الى تصور الحوثي للحل في الحديده. الحديدة كان هو الموضوع الرئيسي في المباحثات، وهو كان العقدة الرئيسية، وهو كان السبب في إحداث في جراء المحادثات أصلا. يعني نحن نعرف أن المجتمع الدولي أصر على إيقاف معركة الحديدة، وبدأت المشاورات من أجل ذلك. النتيجة النهائية كما نرى أنه يعني المسألة للأسف الشديد خرجت عن ما كان يفترض أن تنتجه. يعني نحن الآن لسنا في سياق ايجاد حل سلمي، ولكن في ايجاد حلول مؤقته، حتى هذه الحلول المؤقته غير لا تجد ضمانه لتنفيذها.
التفاصيل الاتفاق إذا رجعنا تفاصيل الاتفاق سنجد أنها تفاصيل كثيرة للغاية، وهناك تساؤلات حول طريقة تنفيذها، كيف سيتم الانسحاب، كيف سيتم إشراف الأمم المتحدة، كيف سيتم من هي ماذا يقصد بالقوى المحلية أو قوة الشرطة المحلية، هل سيتم الاعتراف بالتغييرات التي جرت في هذه القوة أم لا. هناك كثير من التفاصيل التي ستعرقل تنفيذ الاتفاق. نعم، لكن دكتور يعني هل نستطيع أن نسميه اتفاق بينما يعني لا يوجد شيء موقع عليه بين الطرفين في مسألة ميناء الحديدة ونقاط كثيرة، هم فقط اتفقوا بالتحديد على ملف الأسرى والمعتقلين، يعني هناك يعني توقيع ما بين الطرفين في هذا الملف، وبالتالي سيصبح الأمر إلزامي أمام المجتمع الدولي. هناك تفاهمات، يعني التفاهمات الإلزامية في الاتفاق قد تنشأ من عرض هذا الاتفاق غدا على مجلس الأمن المقرر له غدا على مجلس الأمن الذي قد يصدر بيانا أو 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 أو, أو, أو تصريحا صحفيا يؤيد هذا ما توصل إليه الطرفين، وهذا هنا تكمن خطورة. يعني أعتقد أن حتى الحكومة الشرعية يعني لاحظت خطورة الاتفاق ووضعت بندا في الاتفاقية ينص على أن هذا الاتفاق لا يمثل سابقة لأي كان ولا يعتد به في أي مفاوضات قادمة، ذلك يعني أن الحكومة الشرعية هي أيضا ترفض الاتفاق وغير راضية عنه، ولكن يبدو أنها خضعت لضغوط دولية أو نوع من الإحراجات التي يعني البارحة بالأمس تحدث الأمين العام المتحدة مع رئيس هادي، ويبدو أنه يعني تلقى موافقة مبدئية منه. من الواضح جدا أن الاتفاقية للأسف الشديد لا تلبي طموح المواطنين اليمنيين في تحقيق السلام. المسألة الآن هي تم تجزيء المفاوضات هذه، تم تجزيئها وتقديمها من بحث كامل لمواضيع السلام واختصارها في اتفاقيات في مناطق محددة. يعني دعنا نقارن الآن، من هو الوضع الأخطر؟ يعني هل هو وضع المدينة السعيد أم وضع الحديدة؟ يعني بالمفترض أن إذا كان الحوثيين عندهم استعداد أو رغبة فعلا في حدث أي نوع من التسوية أو نعم. التنازل، كانوا تنازلوا في موضع التعز الذي هو أسهل بكثير من موضع الحديدة. نعم. لذلك أنا أرى موافقة الحوثيين على أو التفاهم اللي تم بموافقة الحوثيين على ذلك لا يصب أبدا في مصلحة السلام ولا يصب في مصلحة الحكومة الشرعية. نحن سنشاهد في المرحلة القادمة كيف سيتم عرقلة هذا تنفيذ هذا الاتفاق، كيف سيتم النقاش والتحاور في جزئيات الكثيرة للغاية. نعم. يعني لا توجد أشياء مزمنة كلها مرتبطة عبارات مبهمة، عبارات تحتمل أكثر من تأويل أكثر من تفسير، وإذا شاهدنا الحوثيين وهم يفسرون وحلولون يعني قرارات الأمم المتحدة، كانوا يعني يفسرون قرارات الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لمصلحتهم ويرفضونها ويقبلونها، كيف سنضمن أنهم سينفذون هذا الاتفاق؟ نعم. إذن دكتور سأعود لأكمل معك، تكرم بالبقاء معي وسأشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من العاصمة صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. سيد عبد الوهاب مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عبد الوهاب، يعني على ماذا يعني يمكن المراهنة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم في مشاورات ستوكهولم؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. هو بالطبع في الأخير ليس هناك شيء. نعم تفضل سيد عبد الوهاب. يعني الاتفاق حول ملف الأسرى هو الأكثر ضمانة على اعتبار أنه ربما استكملت كامل الجوانب الإجرائية وبقية المسائل التنفيذية أغلبها سيكون مرتكز على الصليب الأحمر وعلى الأمم المتحدة، وبالتالي ربما يكون نصيبها المتوقع من التنفيذ أعلى من غيرها من النقاط. النقاط الأخرى المتمثلة في الحديدة وفي يعني المسارات الإنسانية التي فتحت بالنسبة التي تمت على فتحها بالنسبة لتعلم عليه تظل عناوين عريضة، ليس هناك حتى اتفاق. هي في الأخير ربما وصلت المشاورات إلى مرحلة كادت أن تخرج بدون نتيجة، وتم الذهاب إلى صورة ممكن أن نصفها بأنها تفاهمات وليست اتفاقات، لأنه حتى لم يوقع عليها. هناك عامل كان من الطبيعي أن يفرض هذا الخروج بهذه التفاهمات، لكن بما فيها ملف التبادل سيد عبد الوهاب.
ملف التبادل قلت لك هو أكثر الملفات حظا، لأن الجانب الإجرائي فيه تقريبا استكمل، لكن الجانب التنفيذي بما أنه يرتكز بمحورية على دور الصليب الأحمر في الأمم المتحدة، هنا نضع له حظا من التنفيذ على الواقع يكون أعلى من غيره. ربما هذا الملف هو يعني مزمن كما حدد في الجلسة الختامية أنه في تاريخ 19 من هذا الشهر، يعني هل تتوقع لهذا الملف أو للدفعة الأولى أن تنجز دون عراقيل؟ هو قلت لك أنا هو أعلى الملفات التي أتوقع أنا أن تجد بتنفيذها، على اعتبار أنه الآن المسألة أصبحت تنفيذية، والتنفيذ يتمحور على الصليب الأحمر وعلى الأمم المتحدة وليس على الطرفين بشكل كامل، يعني بمعنى أنه أي طرف الآن سيتخلى عن ما تم الاتفاق عليه ضمن المسائل الإجرائية في السويد يمكن للصليب الأحمر أو للأمم المتحدة أن يحمله المسؤولية بشكل واضح ومباشر، وهذا سيتحاشاه الطرفين. بالنسبة لملف الحديدة أنا أتوقع أنه محطة السويد أساسا هي محطة ذات خصوصية، وكلا الوفدين يعرفان بأن الظهور بمظهر المعرقل في هذه المحطة تحديدا السويد سيكون له تبعات مستقبلية على موقفه في العملية السياسية، ككل اعتبار موقف السويد الوازن والدافع باتجاه الحل بموضوعية. فهذا الأمر هو الجانب الأول الذي ربما جعل الجميع يعني يذهب في اتفاقات ربما كان يراها البعض أو في تفاهمات كان يراها البعض مستحيلة أو أنها ستأخذ وقت أطول. والجانب الآخر أن ما وضع بالنسبة للحديدة هو وضع بلسان أو تحمله المبعوث الأممي، بمعنى أنه مقترح يمثل المبعوث الأممي ولا يمثل أي من الطرفين، وكان أيضا من الصعب أن يتصادم أي من الطرفين مع الرغبة الأممية، وهذا الأمر لو تذكر هو حدث سابقا فيما يتعلق بالمبادرة التي كان وضعها ورد الشيخ، لكن بعد الإعلان عن قبولها وتمريرها السير على الواقع لم يتم الالتزام بها ولم يتم يعني السير في تنفيذ بنودها. هذا الأمر يظل طالما ليس هناك توقيع، ليس هناك آليات محددة وواضحة للمضي أو لإخراج هذه التفاهمات إلى الواقع، نعم. هذين العاملين علينا الاحتمال التنفيذ فيما يتعلق بالحديدة، نعم، متدنية بكدر ليس بالقليل. نعم، إذن سيد عبد الوهاب ابقى معي سأعود إليك، أذهب للدكتور علي العبسي. يعني دكتور، إلى أي حد أنت متفائل وما الذي يمكن أن يبعث على التفاؤل فعلاً في ضوء ما جرى أو اتفق عليه في ريمبو في السويد؟ للأسف نحن كنا نتمنى أن نكون قادرين على التفاؤل أو أن نرى ضوء في نهاية النفق، لكن ما شاهدناه هو على العكس تماما. يعني نحن ما نشاهدنا أنه هناك مفاوضات، مجرد المفاوضات فقط، يعني لم يكن هناك نية رئيسية أو أساسية لدى، أعتقد حتى لدى الطرفين، في إيجاد حل حقيقي يعني للمسألة. الحلول التي تم يعني اقراره الان هي حلول كلها جزئيه، حتى موضوع الاسرى، يعني تتخيل انت يتم الاتفاق على تبادل الاسرى والحوثيين يحصدون اسرى اكثر او يختطفون الناس من الشوارع، يقولون القبض على ناس ابرياء اخرى بتهم جزافيه، معنى ذلك اين هي النيه الحسنه؟ اين هي النيه الحسنه؟ هذه المفاوضات والمشاورات كانت ستبني عوامل الثقه وتوضح النوايا الحسنه للطرفين. أين هي النية الحسنة في الحوثيين الذين يتفقون على تسليم أسرى لديهم ويكون على الآخرين مباشرة في نفس اللحظة التي يوقعون عليها على الاتفاق؟ نعم. أيضا في موضوع الحديدة أعود وأكرر، وهو كان النقطة الرئيسية، أعتقد الحوثيين ربما أبدوا نوعا ما من التفاهم أو الاستعداد للتفاهم، ليس حتى التفاهم، من أجل أن يؤجلوا معركة الحديدة. هم كانوا يتعرضون لضغط عسكري كبير في مدينة الحديدة، وكانوا على وشك أن يخسروا المدينة ويخرجوا منها بالقوة المسلحة. الآن ماذا حصل؟ الآن أصبحت أي عملية عسكرية في محور الحديدة صعبة للغاية، لم تكن مستحيلة، لأن هناك تفاهم أمام العالم، هناك تفاهم على عملية سلام وعلى انسحابات مقررة. الآن معنى ذلك أن معركة الحديدة أجلت إلى أجل غير مسمى، إذا لا يمكن
تم إلغائها تماما. لكن دكتور علي، هل تتوقع ما جرى في السويد الآن هو إنجاز يعني كبير في مسألة الوصول إلى سلام دائم في اليمن، أم أنه يعتبر إنجاز بالقدر البسيط، أم أنه لا يوجد إنجاز بتاتا؟ أعتقد يمكن أن يكون الإنجاز أولا في مسألة عملية تبادل الأسرى، هذا موضوع إنساني، وأعتقد أنه سيكون إيجابي جدا أن يتم إخراج المختطفين من داخل السجون الحوثية، وحتى بعض المختطفين أو المسجونين في السجون الشرعية. هذا من ناحية. ثانيا في موضوع تسليم المرتبات، هذا موضوع مهم للغاية، وأعتقد أنه إذا ما تم فعلا فإنه سيخفف المعاناة الإنسانية في اليمن بشكل كبير للغاية. الموظفون اليمنيون منذ أكثر من عامين لا يسلمون رواتبهم، وهذه مسألة كارثية لا يمكن تخيلها، يعني كيف صمد هؤلاء الناس خلال سنتين بدون رواتب. هناك جوانب إنسانية أيضا في موضوع تعز، في موضوع الحديدة، يعني الجانب الإنساني أعتقد هو أكثر ما يمكن أن نعول عليه في هذه الاتفاقات، لأنه هناك تحسن في الجانب الإنساني. أما تحسن على عملية السلام، أعتقد أن نحن خطينا خطوة إلى الوراء. الآن ما سيتم هو ليس إنهاء الأزمة اليمنية، هو سيتم مد الأزمة اليمنية إلى مدى زمني أكثر غير منظور، لأنه الآن تم تجاوز الحل العسكري، تم إيقاف فكرة أن يتم حسم المعركة عسكريا، والآن فقط أمامنا خيار واحد فقط، هو مفاوضات ومشاورات، والتي قد تمتد لسنوات. نحن لا نضمن طرف من الأطراف، ولا أعتقد أن لدى الحوثيين مصلحة. ربما إتاحت الفرصة أيضا للطرفين للاستعداد أكثر للمعركة القادمة. نعم، سيقوم ترتيب قواتهم وسيتم حشدها والاستعداد لمعركة قادمة. نعم، إذن دكتور أشكرك جزيلا. الدكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، وأعود إليك السيد عبد الوهاب الشرفي. يعني سيد عبد الوهاب، هل يعني أنه باتفاق أو بما تم في المشاورات الأيام الماضية في السويد بأنه ستتوقف المواجهات والعمليات العسكرية بشكل كامل في قادم الأيام بمحافظة الحديدة؟ هو الآن الحديث يتم على هذا النحو، أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وربما ما تم الحديث عنه مبدئيا من تراجع القوات لمسافة ما يقارب 500 متر من كل اتجاه، هي أشبه بعملية فك اشتباك. المفترض أن تسير الأمور بعدها باتجاه جدولة إعادة الانتشار وتسوية الإدارة المحلية، سواء للمدينة أو إدارة الميناء، هكذا هو تفترض الأمور. هل ستسير الأمور على الواقع على هذا النحو، أم أنه سيتم يعني التلاعب على هذه المسألة كما كان يتم التلاعب على كل دعوات التهدئة ودعوات وقف إطلاق النار خلال المراحل والسنوات السابقة؟ هذا الأمر الواقع هو الذي سيحكمه، وخلال فترة قريبة ستتضح فيها الأمور. بالطبع هناك ضغط عالي الآن، ربما الذهاب بهذه التفاهمات إلى مجلس الأمن غدا قد يجعل مسألة الإقدام على العمليات العسكرية أو تجديدها مسألة فيها صعوبة وليست بنفس اليسر الذي كان سابق قبل هذه التفاهمات. نعم، بهذه التفاهمات ثم التصرف على الأرض كما هو المعتاد في الفترات السابقة، فالأمور ستتجدد. نعم، لكن يعني سيد علي، ربما في مسألة، أو عفوا عبد الوهاب، في مسألة يعني مدينة الحديدة، البعض ينظر أن ما تحقق أو ما يعني أشير إليه في هذه المشاورات بأن هناك اتفاق في مسألة الحديدة بتسليم إيرادات الميناء إلى البنك أو فرع البنك المركزي التابع لعدن في الحديدة، وبالتالي الإبقاء على الميناء تحت سيطرة الحوثي هو يعني إنجاز حقق لصالح الحوثيين في هذه المشاورات. الآن الحديث هو لا يتم على هذا النحو، الآن المسألة هي متعلقة بأن الجميع وافق مبدئيا على قضية المقترح الأممي، والمقترح الأممي هو يقوم على تغيير الإدارة سواء للمدينة أو للميناء أو للبنك، بالإدارة السابقة التي كانت تدير قبل 2014
ربما معلومة أعطيها لك، هذا الاتفاق هو كان قد طرح أساسا من مركز الرسم الديمقراطي الذي أترأسه أنا في شهر 7 الماضي وسلم من المبعوث الأممي، وأجريت عليه بعض التعديلات المتعلقة بدخول الأمم المتحدة بأدوار تنفيذية، بينما كان المقترح هو فقط بأن يكون لها دور إشرافي على الاتفاق وليس على الأداء. لكن في كل الحالات الآن القضية هي ذاهبة باتجاه إدارة كاملة مستقلة، لا هي من يعني تتبع طرف هذه ولا تتبع الأطراف صنعاء. بالضبط، لكن هل يقابل هذا الأمر انسحاب عسكري لكلا الطرفان من المدينة، وبالتالي يعني تبتعد العمليات العسكرية عن المدينة تماما، وبالتالي أيضا هل هو محل قبول للحوثي في الاتفاق إذا ما تم بهذه الطريقة؟ هو طبعا عن هذا الكلام، بالإضافة إلى قضية الإدارة، قضية الانتشار الجديد وانسحاب كل القوى، سواء قوى هذه إلى مسافات معينة سيتم الاتفاق عليها، وانسحاب أيضا قوات أنصار الله وحكومة الوفاق من المدينة ومن الميناء، وسيرتب الوضع من جديد بحضور الأمم المتحدة من خلال القوى الأمن السابقة التي كانت تمسك المدينة قبل 2014، ويفترض أن الجميع يخرج وأن تنتهي حاجة اسمها اشتباكات أو معارك فيما يتعلق بالحديدة. اليوم الحديث بالنسبة لمحمد عبد السلام رئيس وفد صنعاء، هو تحدث بأنه قدم الانسحاب تبتدئ بها، وما أعلن أيضا هو يؤكد بأنهم تتقبلوا بها كإطار كما قلت أنا تفاهم وليس اتفاق، وننتظر الأيام القادمة عندما نأتي لجدولة هذه التفاهمات، هل ستتم أم سيبدأ التلفق فيها وإسقاط هذه التفاهمات كما سقطت كثير من التفاهمات في الفترات السابقة. نعم، لكن سيد عبد الوهاب، ما الضمانات المطلوبة هذه المرة لتنفيذ ما اتفق عليه أو يعني التفاهمات التي توصل إليها الطرفان؟ بالطبع إلى حد الآن ليس هناك ضمانات، قلت لك أنها قراءة سياسية تظل الموافقة غير مبشرة كثيرا لاعتبار محطة السويد ولاعتبار أنها مقترح أممي، لم يكن أي طرف سيذهب إلى اتجاه التصادم معه. من مسك بداية خيط يمكن السير عليه مستقبلا فيما يتعلق بالحديدة، بمعنى أن الرؤية التي هي متعلقة تحلل الحديدة قد تم الإعلان عنها كتفاهمات وتبناها مجلس الأمن، وبالتالي سيظل عمل المندوب الأممي هو في هذا المسار وليس في مسارات لمبادرات أو لرؤى أخرى فيما يتعلق بالحديدة. نعم، تظل هذه هي ربما الضمانة الوحيدة التي ستتوفر حاليا، وبناء عليها يعني إذا كان موقف مجلس الأمن موقفا قويا وحازما على اعتبار أيضا مراعاة الموقف الدولي الذي هو أساسا ضد المعركة باتجاه الحديدة بشكل كبير من قبل حتى مشاورات السويد، هذه المسائل ربما تكون بقدر ما نوعا تعطي. نعم، إذا سيد عبد الوهاب وضحت الصورة، أشكرك جزيلا عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء. سينضم إلينا الآن من ستوكهولم السويدية العميد عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور لك وللإخوة المشاهدين. أهلا بك سيادة العميد، يعني على ماذا يمكن المراهنة على ما تم الاتفاق عليه في المشاورات اليوم؟ أخي العزيز، بالنسبة للمراهنة يعني أنت رأيت والعالم شاهد بشكل كبير ما الذي تم على وجه التحديد. المراهنة الآن تأتي على المجتمع الدولي الذي حضر بأكمله، سواء كانت الدول الراعية أو للمشاورات أو الدول الخمس دائمة العضوية أو الأمين العام المتحدة، العالم حضر برمته إلى هذا الموقف، والتطمينات التي جاءت على أساس التنفيذ الحرفي
وليس يعني أقول كما تفضل ضيفك أنه ربما أن يكون هناك تعاطي، أنا أقول التعاطي مع هذه القضية أصبح دوليا ولم يصبح فقط على مستوى الآن يعني الـ 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 العمل الداخلي فقط. الآن القضية أصبحت يعني مرهونة بعملية انسحاب جميع الميليشيات من الحديدة وتسليم الحديدة لوزارة الداخلية كأمن داخلي واستلام الميناء من الوزارات المعنية، وهذا كله الآن يأتي في ظل هذا التعاطي. سيادة العميد، هذا ما تطمح إليه أو يطمح إليه وفد الشرعية أم أنه ما تم يعني التوافق بشأنه؟ هذا ما تم التوافق عليه على أساس ألا يكون مناقضا أو يعني مخالفا لإطار القرار 2216، بل هذا ضمن الآلية الذي سيتم تنفيذها في القرار 2216. هذه مقدمة، لأننا اليوم نقول أن الحديدة هي مقدمة لحل وسلام شامل وكامل، وهذا ما تم التعاطي معه ما تم أيضا التوافق معه من قبل وفد يعني الشرعية. لأنه سيادة العميد مهم هذا التوضيح، الصورة التي وصلت إلى الناس أن ما تم هو تنازل أو يعني إرضاخ للوفد الحكومي لمطالب الحوثيين بالبقاء بالحديدة وبالتالي تنسحب القوات العسكرية، لكن يظل الحوثي له تواجد ويعني سيطرة على المدينة بصورة أو بأخرى. ليس الأمر كما يتوقع الناس أو ليس الأمر كما يقول يعني وسائل التواصل الاجتماعي أو كما يقول بعض الإعلاميين الذي لديه غرض يعني من هذا الجانب. يعني نحن نقول ونحن موجودين على أرض ستوكهولم، موجودين أيضا في المشاورات، نحن نعي ما نقول تماما أن هذا الأمر ليس هين أن يكون ضغط على وفد الشرعية أو ضغط على الحكومة الشرعية أنها يعني تسلم الحديدة للحوثيين على طبقة من ذهب. الحوثي لا يمكن أن يكون لد لآلة الشرعية. التوافقات التي حصلت والتطمينات التي جاءت والوعود التي وقعت في نفس يعني في نفس المكان هنا وجاء العالم من أجلها ليقود الحكومة الشرعية، أنتم الحكومة المعترف بكم والداخلية هي من ستتسلم الحديدة والانسحاب سيتم من الحديدة إلى خارج الحديدة. هذا ما تم التوافق عليه، هذا ما تم التوافق عليه، وهذا ما عرفه وفد الشرعية أقول أو ما فاوض عليه وفد الشرعية. كان هناك نقاط متعددة على أن يكون الحوثي ند بند للشرعية وهذا ما نقبله. وبنفس الوقت أيضا نحن نطمن الداخل بشكل عام أن الوسيط الذي جاء بيني وبين الانقلابيين الحوثيين أو بين الشرعية وبين الانقلاب الحوثيين وفي نهاية المطاف وسيط، يعني لا يستطيع أن يفرض أو يملي على وفد الشرعية يعني أي شيء يستطيع أن يملي عليه. لكننا احتمرنا العالم عندما جاء من أجل السلام في اليمن فمددنا أيدينا للسلام، ولكن لهذا السلام ضوابط ولهذا السلام أيضا اتفاقات ومواثيق دولية. وسيعلم اليوم أو غدا الذي لم ينفذ الاتفاق أو الذي لم يسير على نفس الاتفاق سيعلم ما هي العاقبة غدا. طيب هو أهم اتفاق سيادة العميد اتفاق الأسرى والمعتقلين، وكما أوضح في الجلسة الختامية أنه في يوم 19 من هذا الشهر سيتم إطلاق أول دفعة، يعني هل اكتملت الترتيبات والإجراءات الخاصة أو الخاصة بضمان خروج أول دفعة من الأسرى لكلا طرفين يوم 19؟ بالنسبة لموضوع الأسرى هذا ملف أستطيع أقول أننا تقدمنا فيه بشكل كبير جدا. الاتفاق في حد ذاته لم يعد هنالك مناقشة في آلية أو نصوص الاتفاق. الآن المناقشة أو أقول يعني الآن هو يعني مناقشة آلية الفنية لتنفيذ هذا الاتفاق والذي قد قطعنا فيه شوطا كبيرا. تم تسليم الكشوفات وتم أيضا الجلوس مع الصليب الأحمر الدولي سواء كان من جانبنا أو من جانب الانقلابيين، وتم وضع الآلية وتم كيف سيتم الآن ما هي الترتيبات التي تتم بتنفيذ هذه الآلية. لكن هل هناك مراجعة للقوائم كما يعني يقال أن هناك سيتم مراجعة خلال الفترة القادمة؟ هناك نعم هناك يعني فترة زمنية لمراجعة هذه القوائم التي سلمت لنا ومراجعة القوائم التي سلمت لهم،
هناك تكرار للأسماء، هناك تشابه للأسماء، هناك أيضا عندما يرد إليك اسم قد لا تجده في هذه المدينة أو لا تجده في هذا السجن أو لا تجده في هذه المنطقة، فتبحث عنه هنا تبحث عنه هناك، فلا بد أن يكون أيضا مراجعة ثم يكون هنالك أيضا رد. نعم. لكن سيادة العميد هنا بسؤال أخير، يعني ربما دهمنا الوقت، ولكن في مسألة العملية العسكرية هل سنشهد توقف كامل يعني في مسألة الحديدة تحديدا حتى يتم التحضير للقاء تشاوري قادم، أم أن الأمر سيخضع للواقع بدرجة أساسية؟ الترتيبات الآن تسير ومنذ الليلة ربما أو من غدا يبدأ قضية تشكيل لجان متخصصة حتى تنزل على أرض الميدان لتشرف على عملية الانسحابات مباشرة، وهذا ما تم التوافق عليه، وهذا يعني الآن يتم على قدم وساق، ليس هنالك زمن طويل أقصد حتى أننا ننتظر حتى يعني يرتبوا أوراقهم أو يعود في موضوعهم وهكذا من هذا القبيل. نحن نقول أن هنالك انسحابات ولا بد من هذه الانسحابات أن تتم كما جاء التوافق عليها. نعم، لكن في مسألة الميناء أنه كما أشرت سيسلم لوزارة النقل التابعة للشرعية وستشرف عليه الأمم المتحدة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا العميد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، شكرا جزيلا لك. وفي الختام أيضا أشكر ضيوفي، كان معنا من العاصمة الألمانية برلين الدكتور علي العبسي محلل سياسي، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي كان معنا من صنعاء. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، حتى الملتقى نترككم في رعاية الله.